السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أجل لو نيت ما تسمع دائما مع نصائحنا حول الصيام، ونحن في هذه الأيام القليلة المتبقية لشهر رمضان المبارك نحاول ما أمكن بأن نكثف هذه النصائح ونكثر منها، فقط ليفهم الناس الصيام من الناحية الكونية، أن يعرف الناس كيف يصومون رمضان من الناحية الكونية، من الناحية الصحية، من الناحية الفيسيولوجية، وهو المهم. لماذا؟ لأن كل مسلمي العالم يعرفون كيف يصومون من الناحية الشرعية. كل مسلمي العالم يعني يستوفون الشروط، لكن من الناحية الكونية فالمسلمون لا يعرفون كيف يصومون رمضان، وهذا هو المشكل. لماذا؟ لأن الذين دائما كانوا يخاطبون الناس، لأن يعني الذين كانوا دائما يخاطبون الناس درسوا التراث والفقه ولم يدرسوا العلوم، وجعلوا من رمضان شأن تعبدي فقط، موضوع فقهي محض، وجعلوا من رمضان للعبادة للتعبد للقيام للصلاة فقط، ولا علاقة له بالعلوم ولا بصحة الإنسان ولا بحياة الإنسان، الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والفردية والعضوية والعائلية، لا علاقة. لماذا؟ لم يدرسوا علوم، لم يدرسوا علوم الأغذية ولا علوم التغذية ولا الطب ولا الفيسيولوجيا ولا علوم الحياة ولا أي شيء، لم يدرسوا علوم، درسوا التراث والفقه، جعلوا من رمضان يعني 100% للتعبد نقطة. فلذلك الناس من الناحية الشرعية يصومون رمضان، من الناحية العضوية لا يصومون رمضان، من الناحية الكونية لا يصومون رمضان. لماذا؟ لأنهم قلبوا الليل نهار والنهار ليل، ما كانوا يأكلونه في النهار يأكلونه في الليل فقط، وربما أكثر، الكمية تكون أكثر. هذا أكبر دليل على الناس لا يعرفون كيف يصومون رمضان من الناحية الكونية، لا يفهمون معنى الصيام من الناحية الفيزيولوجية من الناحية الصحية. فالآن رمضان على الأبواب، فهل الناس يستعدون للجوع أم للأكل؟ يستعدون للأكل. لماذا؟ لأن هذا الجانب الصحي كان مغيب بالنسبة للذين ظلوا يخاطبون الناس لقرون وقرون، الجانب الصحي كان مغيب، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الصيام، الغاية من الصيام، الغاية الكونية من الصيام هي المهمة، هي صحة الإنسان، كتب الصيام لصحة الإنسان، لتقويم الصحة. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نستفيد نحن من الصيام، أما هو فلا يعني فلا حاجة له بصيامنا ولا بجوعنا ولا عطشنا. فالجانب العضوي، الجانب الصحي، الجانب الفيزيولوجي، الجانب الكوني ظل مغيب، لأن الذين كانوا يخاطبون الناس درسوا الفقه والتراث واللغة ولم يدرسوا العلوم، وهذا هو أكبر خطأ سقطت فيه الأمة الإسلامية، أنهم لا يعرفون كيف يصومون من الناحية الكونية، لذلك لا يستفيدون من الصيام. وهناك غاية كونية ومقصد كوني، والمقاصد الكونية أهم من المقاصد الشرعية بالنسبة لرمضان، لأنه فرضه الله لنا لنستفيد منه لنتعالج، ويعني كمقوم للحياة. صيام ضروري للحياة، لا يمكن أن نعيش بدون جوع بدون صيام، لا يمكن، لا يمكن، لأن 100% من الأمراض التي تتخبط فيها البشرية الآن هي أمراض ناتجة عن التغذية، عن كثرة الأكل والأكل في أي وقت، الخوف من الجوع، الخوف من الجوع هو الذي ساق الناس إلى الأكل، حتى لما يكون شخص صائم وهو لا يفهم معنى الكون للصيام سيكون خائف من الجوع، يرتعد ولا يتحرك بالنهار وينام ولا يذهب إلى العمل لأنه صائم وخائف من الجوع والعطش، يجب أن لا يحس بالجوع والعطش لأنه استوفى الشروط الشرعية، يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم، لا يأكل لا يشرب، نعم، لكن الشروط الكونية لم يستوفيها. لماذا؟ لأن هذا الخوف من الجوع وعدم فهم الصيام من الناحية الكونية سيجعله يأكل أكثر، لأن الخوف من الجوع أخطر من الجوع يا عباد الله. خوف مع كيف الخوف من الجوع أخطر من الجوع؟ لأن الجوع يكون جوع عادي، لما تكون مثلا خارج رمضان لما تجوع فهو جوع عادي، تعرف لأنك ستأكل، في رمضان يكون الخوف من الجوع وليس الجوع،
الخوف من الجوع، الناس خايفين من الجوع ولذلك يأكلون أكثر. هذا الإخوة الذين درسوا علوم النفس، الذين درسوا السيكولوجيا سيفهمون جيد معنى الجوع ومعنى الخوف من الجوع. الخوف من الجوع أخطر من الجوع، في رمضان يكون الخوف من الجوع ليس الجوع، بالعكس الناس عندهم كميات كبيرة، لكن بما أنهم محبوسين في النهار لا يأكلون، وهذا الخوف من الجوع في الليل يجعل الناس يملؤون المعدة لكي لا يحسوا بالجوع، ولا يعلمون بأن المعدة فارغة بعد ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونصف، ثلاث ساعات ثلاثة ونصف المعدة فارغة، ولو أكلت قنطار المعدة فارغة ليس فيها شيء، ولو شربت 4 لترات من الماء في الليل بعد 45 دقيقة الماء وصل إلى المتانة سيرمى من الجسم. فيعني الناس يفهموا الصيام من الناحية الكونية. هل الناس يستعدون الآن للجوع؟ لو كانوا نفسيا مهيئين قبل رمضان بأنهم سيجوعون ويعطشون، يعني لن يكون هناك خوف من الجوع، ثم يصومون رمضان بدون ارتباك وبدون ضجر وبدون. لماذا هناك عركات وهناك ضجر وهناك قلق وهناك نرفزة وهناك تصرفات سريعة في رمضان وانفعالات خطيرة؟ لماذا؟ الخوف من الجوع. الجوع هو العامل الوحيد الذي يجعل الإنسان يضطرب، لا يعرف ماذا، يخبط خبط عشواء، لا يعرف ماذا يعمل. الجوع، فالناس خايفين من الجوع لا يذهبون إلى العمل، ناس خايفين من الجوع لا يخرجون إلى العمل، خايفين من الجوع. الناس لا يتحركون في رمضان خايفين من الجوع. الناس يوقفون يعني مشاريع وأعمال وأنشطة كثيرة خوفا من الجوع لأن رمضان. الخوف من الجوع خطير. لما تفهم الغاية الكونية من الصيام من رمضان لا تخاف من الجوع. لماذا تخاف من الجوع؟ لأنك أنت تعرف أصلا بأنك ستجوع، فلماذا خائف من الجوع؟ هذا هو المشكل. الذين يأكلون بالليل وينامون بالنهار صيام خاطئ، هم ليسوا صائمين بالناحية الكونية، من الناحية الشرعية صائمين. الذين يسهرون ويأكلون في الليل كمية كبيرة من الأكل يأكلون في الليل ليس في الفطور، فطور عندك الحق تأكل وجبة الفطور كل ما شئت، لكن في الليل الناس يأكلون 5 و6 وجبات في الليل في رمضان والكمية كبيرة ولحوم وينامون بالنهار. عدم الحركة كثرة الأكل ستزداد الأمراض. أنت تنام بالنهار لا تتحرك في رمضان كما تتحرك في الشهور الأخرى، قلة الحركة ثم كثرة الأكل ستزداد الأمراض. هذه علوم، هذه القانون في العلوم البيولوجية، العلوم الحياة. يعني الطاقة يجب أن، هذه الطاقة يجب أن تصرف، يجب أن تستهلك. أنت لا تتحرك يعني لا تحرق الطاقة، تأكل كثير أن طاقة زائدة، أن الجسم يصاب بأمراض. لما تكون طاقة زائدة يخزنها شحوم تتلخبط في فيزيولوجيا الجسم كلها، الأنزيمات والهرمونات وكل أشياء يعني تتلخبط. نتمنى أن يفهم الناس المعنى الكوني للصيام وليس المعنى الشرعي. المعنى الشرعي كل الناس يصومون، المعنى الكوني يجب أن تصوم بالمعنى الكوني، كذلك مقاصد كونية، الشروط الكونية. لأن هؤلاء الذين درسوا التوراة لا يريدون أن يكون رمضان موضوع علمي، لا يريدون أن تكون مقاصد كونية. لما تكلمت السنة الماضية عن المقاصد الكونية كلهم يضحكون ويسخرون. رمضان عنده مقاصد كونية هي المهمة، وهي اللي من أجلها كتب الله رمضان، مقاصد الكونية. هذه المقاصد الكونية هي تقويم الصحة، تقويم جسم الإنسان، كذلك نزع الخوف والجوع، وكذلك القدرة على تحمل الجوع في الحياة، وكذلك ألا يعني هذا عامل جوع لا يجعل الجسم يضطرب ويفقد توازنه. لما يجوع الشخص يفقد صوابه، يسب يشتم يضرب يفقد الصواب. هذه علمية وليست فقهية، هذه علمية. الإخوة اللي درسوا علم النفس السيكولوجيا يعرفون جيدا هذه التصرفات، ويعرفون كي الجسم فيزيولوجيا الجسم لما ينقص عنصر أو يزيد عنصر أو تقع أشياء داخل الجهاز العصبي يعلمون جيدا أن الإنسان يمكن يضرب، يمكن يسب، يشتم، ممكن يكسر زجاج، يمكن يعمل أي شيء، لأنها تصرفات خارجة عن إرادة شخص، خارجة عن التحكم، لا يتحكم فيها الشخص.
لا يقدر على ضبط الأعصاب، إن عامل الجوع يكون أقوى. فالمقاصد الكونية بالنسبة لرمضان هي أهم وأقوى من المقاصد الشرعية. لماذا؟ الإنسان هو الذي يحتاج رمضان، الله لا يحتاج رمضان. فقط أقول لكم هذه فقط، الإنسان هو اللي في حاجة إلى رمضان، إلى الصيام. الله ليس في حاجة إلى الصيام، ليس في حاجة إلى عبادتنا، الإنسان هو الذي يحتاج الصيام، ولذلك كتبه الله عليه. من مقومات الحياة الصيام، وليس للتعبد وللجنة وللتراويح. الصيام كعامل لتقويم الجسم، هكذا كتبه الله، يعني هو موضوع علمي محض، علمي، أقول موضوع علمي وليس موضوع فقهي. لكن الذين يتكلمون عن رمضان متناول من رمضان، لأن ليس لديهم مواضيع وليس لديهم ما يقدمون للناس، ثم أضفوا على رمضان خرافات لا ندري من أين أتوا بها، لا توجد في كتاب الله. هذا الكتاب لا توجد فيه، هذا الكتاب قرأوه، أحكام الصيام كاينة في البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني حتى الاعتكاف، هذه الآيات كلها أحكام الصيام جاءت في البقرة. البقرة فيها أحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام الطلاق وأحكام كل شيء، كاينة في البقرة. أحكام الصيام كاينة في البقرة، توجد قرأوها، ليس فيها الشياطين تصفد، ولا جهنم تغلق، ولا الجنة تفتح، ليس فيها هذه الخرافات التي أتوا بها، لأن لا موضوع لهم، ليس لديهم ما يقدمون للناس ولا يحدثون به الناس. ومع ذلك في الأخير يقولون نحن من يجب أن يحدث الناس. بماذا تحدثهم؟ نحن في عصر العلم، هل معك رياضيات وفيزياء؟ هل معك طب؟ معك زراعة؟ هل معك علم الحاسوب؟ هل معك علم الساتلايت؟ هل معك علم، يعني علم التواصل؟ هل معك علم الاجتماع؟ هل معك علم الإدارة؟ بماذا تخاطب الناس؟ أنت جاهل، بماذا تخاطب الناس؟ ليس لديك بما تخاطب به الناس، أنت علفت التراث، نحن لسنا في عصر التراث. ماذا يعمل التراث في هذه الحياة؟ لا يصلح لشيء، نحن في عصر العلم، والله أنزل الكتاب بعلم ويعبد بعلم، والعلم هو الساينس وليس علم الحديث ديالك. العلم هو العلم الكوني، العلم الذي نعلم به الأشياء بالبرهان والاستدلال بالتجربة، هذا هو العلم. الله يعبد بعلم، وأنزل الكتاب بعلم، وأنزله بالحق هذا الكتاب. فلو كان الناس يفهمون المعنى الكوني للصيام، لماذا هناك ازدحام الآن في الأسواق؟ لماذا الآن الأثمان ترتفع؟ لماذا الآن يقتنون جميع الأشياء؟ جميع الأشياء يشترونها، الفقير والغني يتساوى الاثنان في رمضان. فانظروا مثلا كم يشتري الناس من البيض، انظروا شوفوا شحال هذا الزين البيض، كاين اللي هذا 400 ديال البيض، انظروا كمية البيض التي الآن يشتريها الناس، انظروا يعني هاد اللحوم، انظروا المواد التي يهيئونها، الحلويات والكعكات والمصائب التي يهيئونها، المساحيق التي يهيئونها لرمضان، انظروا هم الآن كيعمروا في كاين اللي عنده، ليس يعني هذا مبرد، هذا المبرد الحجم للمنازل، كاين اللي عنده يعني صالة في الفيلا، كاين اللي عنده صالة كبيرة يعمرها بالأكل تحت البرودة. يستعد ناس للصيام أم للأكل؟ في الأخير يقول لك نستعد لرمضان، معنى بكثرة الإيمان وسنصلي التراويح وسنستعد لرمضان، نستقبله بكل إيمان وبإيمان بالله، هذا كلام فقط، كلام فقط. إذا كنت تستعد بالإيمان وستصوم رمضان بالإيمان، لماذا بالنهار تتعارك وتسب وتشتم وتقلق وتتجر وتنفعل؟ إذا كنت تفهم الصيام حقا، ولذلك قلت المسألة علمية، مسألة علمية لا علاقة لها بالفقه ولا بالتراث. رمضان موضوع علمي، حالة نفسية للناس أثناء النهار تبين على أنه موضوع علمي، أن الناس لا يفهمون الصيام، لا يفهمون الصيام بالبتات. السيد يقول لك نحن نعبد الله، نحن في عبادة، نحن نستقبل رمضان بإيمان، نحن يعني نحن في عبادة طول رمضان، لكن بالنهار السلطة في محنة في رمضان. اسألوهم، اسألوا الضباط، اسألوا السلطة،
سألوا الشرطة كم عدد الحالات العراكات والسب والشتم والمحاكم مملوءة والقضية. في رمضان الناس يقول لك نستقبل رمضان بالإيمان، تستقبل رمضان في الإيمان وتسب بالنهار، تشتم بالنهار، تنفعل بالنهار، تكسر الأواني بالنهار. يعني والله لو فهم الناس معنى هذا رمضان، والله لو فهمنا معنى الصيام الكوني لكان جميع الأمراض توقفت واختفت، وحتى الأمراض النفسية، حتى هذه الأمراض التي تتعلق بتصرف الإنسان وانفعال الإنسان وأخلاق الإنسان كذلك تختفي. لكننا لا نفهم معنى الصيام، لا نفهم معنى الصيام. علي، نحن درسنا فيزيولوجيا الجسم ونعلم جيدا متى ينفع الجسم فعل خطير، نكون حذرين، نكون حذرين. نحن لا نسب ولا نشتم ولا نتخانق ولا نتعارك ولو سبنا الناس في رمضان، بالعكس، لأننا نعلم بأن الحالة النفسية مضطربة في رمضان، ولذلك نحن نفهم الصيام ما معنى الصيام. الشخص يقول لك أنا أستعد لرمضان، سأصوم رمضان. نعم ستصوم رمضان، فقط لماذا الموائد مملوءة ساعة قبل الآذان وينتظرون الآذان؟ هل هذا صيام يا عباد الله؟ تقولون أنكم مستعدون للصيام، أنتم مستعدون للعلف للأكل وليس للصيام، وأنا متأكد الذي يستعد للصيام لا يملأ المائدة بالأكل ساعة قبل الأذان وهو أمام المائدة ينتظر ثم ينقض على الأكل لما يسمع الله أكبر، لما يسمع الأذان. إذا كنت صائم حقا لا تبالي، لا تبالي بوقت الإفطار، لا تبالي به بالبتات، لا تبالي بوقت الأذان نهائيا، لا يكون أي شيء، تكون كما تعيش في الشهور الأخرى وأنت صائم. هل تقدر؟ الذين يفهمون معنى الصيام لا يحسبون ساعات النهار ولا ينتظرون أذان صلاة المغرب، لا ينتظرون الأذان. في رمضان الناس كلهم يحفظون أوقات الصلاة، لا يصلون، كيحفظوا أوقات، يعني مع شي أذن الصباح في صلاة الصبح ومع شي أذن كيبقاو متبعين، ورا تزاد الدقيقة، تزاد دقيقتين، تزاد ثلاثة، تزادت أربعة دقائق، خمسة دقائق، حتى يخرج رمضان يحفظون. هذا دليل على أن الناس يجهلون الصيام من الناحية الكونية، الناس يجهلون الصيام من الناحية الكونية. يجب أن لا تبالي بالبتات بوقت الصيام، لا منين يبدأ ولا منين ينتهي. هذا هو المعنى الحقيقي للصيام، أن تتحرك كما كنت تتحرك، تعمل كما كنت تعمل، تسحب الأكل من 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 دماغك، والجوع والعطل تسحبهم من دماغك. في المساء يعني بعد صلاة المغرب حتى بنصف ساعة تأكل بعض الأشياء بعد صلاة المغرب بنصف ساعة. لكن الناس يعني الثانية تقريبا الله أكبر كيتلاحوا ينقضون على المواعيد وعلى الأكل، الناس يستعدون للأكل. يا عباد الله لا تنافقوا مع أنفسكم، أنتم تنافقون مع أنفسكم فقط ليس مع الله سبحانه وتعالى. أنتم تملؤون المواعيد وتجلسون أمامها ساعة قبل الأذان وأنتم تنتظرون الأذان وتقول أنني صائم رمضان أستقبله بإيمان وبصلاة التراويح وبعزمي. لا تستقبلوا قاع بصلاة التراويح بالإيمان، استقبلوا عب فهم صحيح لصحتك فقط. الله يبغاك غير تعالج أنت، الله يريد منك أن تتعالج فقط، لا يحتاج صيامك ولا قيامك، عنده ما يعمل بها. لكن الناس يفهموا الصيام، لماذا هذا التبذير، هذا الإسراف؟ لماذا هذه ميزانية الدولة في هذه البلدان الإسلامية كتكسر في رمضان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا نستهلك ما نستهلكه في أربعة أشهر، نستهلكه فقط في رمضان، ثم تكثر الأمراض، ثم نشتري الأدوية في الأخير، ثم الناس يقولون نفهم الصيام. لا أحد يفهم الصيام، نحن من يفهم الصيام، نحن من يفهم الصيام، قاش عندنا الوقت الصيام. يعني أدل المغربي أدل المغرب، أنا لازلت في العمل المغرب أدنى، ومن بعد 30 دقيقة نصلي نشرب ماء دافي ناكل تمر حاجة، وناسي بأنني كنت صايم وبأن الجوع والعطش، تنساها تماما بأن كنت صائم وأن الجوع والعطش يجب أن تملأ المعدة. الناس لا يفهمون الصيام من الناحية الكونية يا عباد الله. بعض الإخوة المتابعين والأخوات كذلك
على الإخوة والأخوات المتابعين، هادو طبعا كنخرجهم، هادو استثناء، أنا لا أتكلم على هؤلاء، هادو استثناء، هادو يفهمون الصيام، وكاين نسبة ما شاء الله نسبة جيدة من المتابعين وليس من البلدان الإسلامية، المتابعين كاين واحد تبارك الله واحد النسبة ما شاء الله فهموا الصيام ويستفيدون من الصيام ولا يشترون أي شيء لرمضان، يصومون رمضان بالمواد التي كانوا يستهلكونها، ويعني ما خايفش، يعني لازم يقول الله أكبر تفطر، لازم لازم مع قول الله أكبر تفطر، لا بد، لازم. هل ممكن تسمع الأذان وتصلي بدون أن تأكل؟ ممكن، حتى في المساجد الناس تقول لك نصلي في المسجد عاد نجي نفطر، لما يصليوا في المساجد السرعة اللي كتولي عنده من المسجد كيجري للمنزل، السرعة اللي كتكون عنده ما عمرها كانت عنده. أنا ملي كنشوف الناس يعني يصليوا المغرب بواحد السرعة عجيبة، حتى الإمام يقرأ مدهامتان ويقول الله أكبر، يقرأ نص آية، كلمة في آية مدهامتان باش كيصليوا المغرب، والناس كيمشيو يعني بديك السرعة جريا باش ياكلوا لكي يملأوا المعدة، لا يفهمون الصيام بالبتات، وهذا انعكاس الجهل، جهل الذين كانوا يخاطبون الأمة قرون وقرون، الذين درسوا التراث وجعلوا من رمضان لا شيء للتعبد فقط، هذا هما السبب، وهذا هما اللي يتحملوا مسؤولية الأمة. عندنا أمراض الآن، عندنا سرطانات، عندنا أمراض مناعية ذاتية، عندنا ارتفاع ضغط، عندنا كوليسترول، عندنا خلل هرموني عند النساء، عندنا مصائب، عندنا أمراض الآن، عندنا أمراض. كيف يعقل أن الله كتب علينا الصيام لنتعالج، أن هؤلاء الذين درسوا التراث حرامون من العلاج؟ كيف يعقل أن يكتب الله الصيام كمقوم للحياة لنتعالج، ثم يحرمنا الجهلاء من هذا العلاج لأنهم لم يدرسوا علوم؟ ما ذنبنا نحن كي نحرم من العلاج؟ تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.